مساكم الله بالخير حبايبي، شلونكم اليوم؟ سويت هريسة ما شاء الله علوج. إذا تبون هريسة اسألني عن الهريسة، يصير الله يسلمكم كيلوين حب هريس بحريني وثلاثة كيلو. شوفوا 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 ما شاء الله، اللهم صلي، يعني لحم ثلاثة كيلو خاصرة، ها، ويبي لها ماي، وحطوا جدر راهي، لا تحطون جدر صغير، لأن إذا حطوا جدر صغير يبخر. وبانش في هذولين ما شاء الله، اللهم صل على النبي محمد. هذه أيبا الشيخ أم عبد الله مالت عراد، ما شاء الله عليك. هذا التمر، وهذه هي، أنا أحب الألوان الزاهية. وبتحطون في ألمنيوم؟ لا، اللي عزنا يجيب لي في معين هاللون، يعني كشخة. وهذه الدهن الخالدي مع هذه نتشابتون عشان أبين لكم. طبعا الصفطون، تعبون صفطون يسوون هاللون، يجي هالوان.